الفنان العالمي فان دام. اشترك مع رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار، البرنامج ده اللي اتذاع طول شهر رمضان. وكيل اعمال فان دام طلب في تصوير اليوم الواحد 300,000 دولار. المبلغ ده تم تخفيضه من قناة MBC مصر الى 210,000 دولار في اليوم الواحد، ولو التصوير تخطى العشر ايام هيزيد المبلغ ويكون 230,000 دولار لليوم الواحد. وبالفعل ده اللي حصل، والبرنامج تم تصويره في 13 يوم. في حسبة بسيطة كده هنلاقي ان فان دام واخد 2,790,000 دولار في 13 يوم، واللي بيعادل بالجنيه المصري 51,140,000 جنيه في 13 يوم. وتخيل معايا أجر رامز جلال في البرنامج كله 3,000,000 دولار، والبرنامج كله متكلف 11,000,000 دولار، وده أكبر إنتاج لبرنامج تلفزيوني في العالم اللي مدته 10 دقايق يوميا. الغريب بقى في الموضوع ان المخرج العالمي العبقري مصطفى العقاد قعد 25 سنة عشان يلاقي ممول لفيلم صلاح الدين الايوبي. شوف انت بقى مدى الكارثة الفكرية والثقافية اللي احنا عايشينها. سلام.